السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر الخلاصة. متابعينا الكرام، لو أول مرة تزورونا في القناة يا ريت تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، وأعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. مواعيد مباريات الجولة الثامنة ثمانية من الدوري الإسباني الموسم الجديد 2020-2021. متابعينا الكرام، الجولة الثامنة من الدوري الإسباني هتبدأ يوم الجمعة 30/10/2020. المباراة الأولى هي مباراة واحدة يوم الجمعة بين إيبار أمام قادش، المباراة معادها الساعة 10 مساء بتوقيت مصر. بالنسبة لتوقيت الفيديو هو توقيت مصر وليبيا والسودان. لو حضرتك عايز توقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، ممكن من فضلك زود ساعة على توقيت الفيديو، والكلام ده بالنسبة لكل المباريات. يعني مثال على ذلك، مباراة إيبار وقادش معادها الساعة 10 مساء بتوقيت مصر زي ما قلنا، هيبقى بتوقيت مكة المكرمة والدول الأخرى الساعة 11 مساء. لو عايز توقيت الامارات وعمان زود ساعتين، يبقى 10 مساء هيكون 12 مساء منتصف الليل. لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب قلل ساعه، فهتكون 10 مساء هي 9 مساء. ولو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا تقلل ساعتين، ف 10 مساء هتكون 8 مساء، والكلام ده على كل الفيديوهات. يوم السبت 31/10/2020 زي ما قلنا، ايبار امام قادش الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله بي ان سبورتس اتش دي 3 او 3، ومعلق المباراه هو عادل خلو. يوم السبت 31/10/2020 ريال مدريد هيبدا مباراته الجوله الثامنه امام هويسكا، المباراه معاها الساعه 3 عصرا او مساء بتوقيت مصر، على القناه الناقله قناه بين سبورتس اتش دي 3 واتش دي 1، ومعلق المباراه هو غير معروف حتى الان. ايبار بعد كده هيلعب امام اشبيليه الساعه 5 وربع مساء بتوقيت مصر، على القناه الناقله قناه بين سبورتس اتش دي 3، واوساسونا هيلعب امام اتلتيكو مدريد الساعه 7 ونص مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله بين سبورتس اتش دي 3. ثم ديبورتيفو الفيز هيستضيف برشلونه الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، وعلى القناه الناقله بين سبورتس اتش دي 3. يوم الاحد 1/11/2020 ريال بيتيس هيلعب امام اليتشي الساعه 3 عصرا او مساء بتوقيت مصر، وعلى القناه الناقله بين سبورتس اتش دي 3. سيلتا فيجو ثم بعد ذلك سيلتا فيجو هيستضيف ريال سوسيداد الساعه 5 مساء بتوقيت مصر، وعلى القناه الناقله قناه بين سبورتس اتش دي 3. ثم غرناطه هيستضيف ليفانتي الساعه 7 ونص مساء بتوقيت مصر، والقناه الناقله بين سبورتس اتش دي 3. وفالنسيا هيستضيف ختافي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3. ويوم الاثنين 2/11/2020 فياريال هيستضيف بلد الوليد في اخر مباريات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني الموسم الجديد 2020/2021. مباراة فياريال امام بلد الوليد معاد 10 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الاخر الخلاصة، قدمنا لكم مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني الموسم الجديد 2020/2021. اشترك في القناة بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.